القاهرة والناس. الآن موجز الأنباء. هنا القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. وزيرة البيئة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة تبحثان التعاون الثنائي بالمناخ والتنوع البيولوجي. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة هيرو مصطفى جرج السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين البلدين في مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وأشارت لرحلة التعاون مع الجانب الأمريكي خلال الإعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ كوب 27 كخطوة استراتيجية فارقة في العلاقات الثنائية حول كيفية الدفع بملف المناخ للأمام، في الوقت الذي كان مصر تمضي فيه قدما نحو تعزيز ملف المناخ وطنيا بجهودها الذاتية. ما حرصها على تسليط الضوء حول ضرورة مساعدة الدول الأكثر تضررا في الحصول على تمويل المناخ. جاهزة يا سيادة الوزيرة، اسمعيني شوية. اشمعنى سلطي الضوء بقى عليا؟ يا دكتورة ياسمين ارحمي اشتياقي. اشمعنى اموت انا في التعاون الثنائي؟ هاخد اجازة 10 ايام. اشمعنى مشغولة؟ هدفع الملف للامام. جاني العشة وعايش شوية حنية. اشمعنى قلت له استنى، لازم خطوات استراتيجية. إليكم أهم ما جاء بها. وزيرة البيئة والسفيرة الأمريكية بالقاهرة تبحثان التعاون الثنائي بالمناخ والتنوع البيولوجي. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.